السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم مع حلقة جديدة من مساحة للرأي. في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو، اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتوائها واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وذلك عبر إطلاق خطط للترشيد لتوفير النقد الأجنبي وتشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين بعض الصناعات، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص المصري في عمليات التنمية الشاملة وتوفير بيئة استثمارية محفزة، وذلك من خلال طرح العديد من التسهيلات والتيسيرات أمام المستثمرين. بينما تحرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية، ما أسهم بقوة في الحفاظ على النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا لعام 2022 ليسجل 6.6%، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل النمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022-2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي في عام 2023. حول مستقبل الاقتصاد المصري وجهود الدولة في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية تدور حلقة اليوم من مساحة للرأي مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. بنرحب بك يا دكتور. أهلا بك في المساء إن شاء الله. مبدئيا يعني كيف تقرأ جهود الدولة في مواجهة الأزمة العالمية حتى الآن؟ الأزمة الموجودة الحالية دي أزمة يعني لم تكن موجودة من قبل، وأزمة عصفت بكل اقتصادات العالم المتقدم قبل العالم النامي، ومعطياتها يعني ممكن نقول إنها بتركز بشكل كبير جدا على الموازنة العامة للدولة، بتعمل عملية نقل وعصف للمخصصات المالية للموازنة العامة، وبتسبب عجز وبتعمل اضطراب في سلاسل الإمداد وبتعمل اضطراب في السلاسل التجارية، بتخفض حجم التبادل التجاري. فأزمة بتشتغل على السياسة المالية والسياسة النقدية، مش يعني كل الأزمات اللي احنا يعني كتاريخيا اللي مرينا بيها او العالم مر بيها على مر العصور كلها، اما ان هي يعني ممكن تعمل عملية اهدار شوية للسياسة النقدية او انها تأثر بشكل سلبي على السياسة المالية، لكن الازمات الحالية زي ازمة فيروس كورونا ثم الازمة الكبرى ازمة روسيا اوكرانيا دي بتأثر بشكل تجميعي على السياسة المالية والسياسة النقدية لأي موازنة عامة حول العالم كله. الفرضيات اللي الأزمات دي بتحطها أو الأزمات دي بتطرحها بشكل كبير جدا هو إنها بتشتغل على كل دولة بتحاول تشوف المعطيات اللي عندها، إيراداتها، تحاول تشوف مصروفاتها، تحاول تشوف حجم الإنتاج عندها، حجم الصادرات، حجم الواردات، لو في ضغط على أسعار الصرف عندها بتبدأ تاخد مجموعة من القرارات بحيث إنها تحافظ على أسعار الصرف داخل هذه الدولة، لأن في تضخم بشكل كبير وتضخم يعني ممكن نقول إنه غير مسبوق في كل دول العالم. أمريكا منذ 40 سنة ما حصلش عندها هذا الرقم في التضخم، بريطانيا نفس الموضوع، ألمانيا نفس القصة، وبالتالي في مشهد ضبابي اقتصادي دولي. المحددات اللي ممكن تقول أو القرارات اللي ممكن تقول هل إحنا ممكن نتفادى هذه الأزمة او المدة البينية اللي ممكن نحتاجها، لا هي محتاجة مدة بينية طويلة. لو في محاولات لدحض هذه الازمة على المدى القصير انا اعتقد انها مش هتقل عن 5 سنوات، فبالتالي لما اتكلم على انعكاسه على الاقتصاد المصري كاقتصاد يعني عالم نامي او اقتصاد متقدم في بعض القطاعات النوعية اللي احنا شاهدناها في الفترة السابقة والفترة الحالية، ممكن اقول ان احنا عندنا في بعض القطاعات تأثرت بشكل كبير جدا، وبعض القطاعات عملت عملية تعويض لهذا النقص او الفجوة الكبيرة في بعض القطاعات. بالنسبة للتناسب دكتور، القطاعات التي تأثرت بالنسبة للقطاعات التي وفقت ارباعها لتبتعد عن التأثيرات السلبية لهذه الأزمة، على سبيل المثال عشان نقرب للسادة المشاهدين، انت كان عند حضرتك في فترة كورونا كان عندك اكتر قطاعين او قطاع، خلينا في قطاع السياحة مثلا، قطاع السياحة كان متأثر بنسب بتزيد عن 80% في فترة كورونا، وكل العالم يعني كان متأثر تكاد تكون تقترب بهذه النسبة او
تزيد نسب بسيطه. كان عند حضرتك قطاعات اخرى عوضت هذه الفجوه اللي حصلت في قطاع السياحه، زي مثلا قطاع المقاولات كان شغال بشكل كبير جدا في فتره كورونا، وعمل قيمه مضافه كبيره جدا في الموازنه العامه للدوله، وبالتالي عوض النقص اللي حصل في قطاع السياحه. وبالتالي في قطاعات اشتغلت وفي قطاعات تعجزت او تاثرت بشكل كبير، لكن في عمليه توازن شويه في بعض القطاعات المصريه خاصه في فتره كورونا. يعني ممكن اقول انه ازمه فيروس كورونا بسبب القرارات الاقتصاديه اللي اتخذت في هذا التوقيت وبرامج الحمايه اللي اتخذت مع العاملين العماله المؤقته ثم احتراز المواطنين ثم بعد ذلك الاثر الكبير جدا من الدوله وسعت قاعده الحمايه الاجتماعيه. ممكن اقول ان فيروس كورونا ما اثرش بالشكل الكبير جدا زي الازمه الروسيه الاوكرانيه على الاقتصاد المصري، لكن الازمه الروسيه الاوكرانيه كانت الازمه اللي هي ممكن نقول عليها انها ازمه شامله، ووضحت لبعض اقتصاديات العالم ان الاقتصاد هش في مواجهه الازمات. يعني لما نتكلم حتى على الاقتصاد الامريكي تاثر بشكل كبير جدا مع انه اكبر اقتصاد نام على مستوى العالم، لكنه في بعض القطاعات النوعيه اثبت انه هش في مواجهه الازمات. ولذلك اقدر اقول لحضرتك ان موازنه الحكومه الامريكيه حاليا تضاعفت نتيجه لانه في توقع لحدوث ازمات اخرى مستقبلا. تمام. البعض يرى ان توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري تبدو مطمئنه نسبيا، تقييمك لهذا الراي؟ صندوق النقد الدولي او اي مؤسسه ماليه او اي مؤسسه بحثيه حول العالم بتبدا تشتغل على مجموعه من المعطيات وتبص على القطاعات النوعيه اللي الحكومه بتشتغل عليها. على سبيل المثال انت عند حضرتك في قطاعات بدات تشتغل في الواقع المصري وتحقق ايرادات بالشكل الكبير جدا. يعني عند حضرتك قطاع الغاز الطبيعي ده محقق 600 مليون دولار، الحكومه بتستهدف منه شهريا في شهر فبراير القادم ان شاء الله مليار دولار، لانه بشكل او باخر في عمليه يعني ممكن نقول نقل مخصصات الى عمليات التصدير الى خارج مصر، ومنها الفكره اللي طرحها مجلس الوزراء انه احنا لما بنرشد الكهرباء في مصر بنعمل عمليه وفره في الغاز الطبيعي، فده نستعيد عنه بالتصدير خارج مصر فبنجيب عمله صعبه. ففي نوع من الاستحداث في القطاعات الصناعيه. عند حضرتك نمو بشكل كبير جدا في بعض القطاعات الصناعيه والقطاعات الانتاجيه. عندك طاقه الرياح كطاقه تعويضيه للطاقه الكهربائيه اللي انت بدات تفتح اسواق في محيطك الافريقي ومحيطك العربي ان انت تصدر الكهرباء خارج مصر، فبقى يكون عندك طاقه الرياح وطاقه مجمع بنبان للطاقه الشمسيه. دي كلها طاقات تعويضيه الحكومه بتبدا تشتغل عليها في التوقيت الحالي بحيث انها تعمل عمليه وفره في بعض القطاعات اللي بتبدا تشتغل عليها خارج مصر. طيب لو اتكلم على قطاعات نوعيه اثرت وصندوق النقد الدولي بيشتغل عليها، عندك قطاع الصناعات التحويليه ده في نسب نمو دي تتخطى ال 40%. قطاع الانتاج الزراعي في نمو حاليا في بعض اللي هي ممكن نقول عمليات التصدير النوعيه خاصه للدول العربيه والمجتمع الافريقي بنسب بتزيد عن 14%. في بعض الاستحداثات الحاليه اللي ما كانتش موجوده في الواقع المصري زي الذكاء الاصطناعي والصناعات التكنولوجيه اللي كل العالم الان بيتطور او يستحدث فيها بشكل كبير جدا. موضوع التحول الرقمي وربطه مع الذكاء الاصطناعي دي كلها استحداثات في الواقع المصري. فعايز اقول لحضرتك انه في قطاعات استحدثت وفي قطاعات عملت قيمه مضافه للقطاعات الاخرى، وبالتالي ده كله بيعمل عمليه ميزه نسبيه في الموازنه العامه للدوله. ده كله احد المعطيات اللي بتشتغل عليها اي مؤسسه ماليه ومنها صندوق النقد الدولي اللي بيبص انه في عمليه اصلاح اقتصادي تمت في 2015، في ازمات صحيح عصفت بعض الاقتصادات ومنها مصر، لكن بالشكل الكبير في اقتصاد متوازن، اقتصاد مرن، في حقق نوع من التنافسيه في مواجهه الاقتصاد العالمي. طيب يعني بعض الدول بدات يعني ان تحول الازمات والكوارث والمشاكل الى منافع، يعني تحولها من محنه الى منحه. يعني لدينا الحرب الروسيه الاوكرانيه مثلا على سبيل المثال، ربما تكون مجهده لبعض الدول او مؤثره بشكل سلبي، لكن في واقع الامر هي من الممكن ان تكون سبيل لتحقيق المنافع كما يقال مصائب قوم عند قوم. فوائد لدينا الغاز الطبيعي مثلا ارتفع سعره بمقدار 4 اضعاف امريكا تصدر هذا الغاز لاوروبا بمضاعفات كبيره جدا.
لدينا ايضا في مسألة السياحة هناك خروج كبير جدا من روسيا واوكرانيا، سياح بيخرجوا في الفترة الماضية لأسباب مختلفة للسياحة، ومصر طبعا متميزة في مسألة خدمة السياحة الروسية الأوكرانية. هل بالفعل تستطيع مصر في هذه الحالة أن تحول هذه الكوارث والمشاكل إلى منافع لها؟ هو الفكرة كلها أنه إذا كانت دي كفكرة محتاجين إن احنا ننميها أو نشتغل عليها كمشروع كويس وممكن نحقق بعض الربحية في بعض القطاعات، لكن هو احنا أي حكومة عندها القرار الاقتصادي بتبص على عنصر الاستدامة، فهل ان انا النهارده لما بستغل هذا الموقف او استغل هذه المحنه في بعض الدول وابدا احولها الى منافع ليا في القرار الاقتصادي، اول هام ان انا ابص على عنصر الاستدامه، هل هذا الامر سوف يستدين من عدمه؟ يعني هل هذا قرار مؤقت ولا انا هيبقى هذا الامر موضوع تبادل دولي بعقود ممتده هتستمر العقود بنفس الاسعار ولا لا؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان روسيا واوكرانيا قد فسخت العديد من العقود مع بعض الدول نتيجة لانها تعذرت او عندها نوع من التعثر في انها تبدأ عملية الاستمرارية في توريد القمح او توريد الغاز الطبيعي، ده اللي احنا بنشوفه وخاصة مع الحكومة المصرية. احنا وجدنا ان في تعثر فعملنا ايه؟ رحنا للهند نجيب منها القمح. القمح الهندي مكلف شوية نتيجة لارتفاع التكلفة وكبر المسافة والزمن البعيد، لكن بشكل او باخر انت بتحاول ان انت تبص على المقدرات اللي عندك او محدداتك الداخلية وتبدأ تبص على الابعاد السياسية للموضوع. الجانب الاوروبي ايضا عنده خيارات كبيرة جدا من ممكن يجيب منها الغاز، ايضا مصر لديها بعض الخيارات اللي ممكن تصدر بها الغاز، لكن انت مرتبط بحاجتين مهمين، هل في استدامة في هذا الامر من عدمه، علاوة على الابعاد السياسية انك انت مش عايز تعمل توترات سياسية مع بعض الدول نتيجة لانك انت تتعاون مع دول اخرى. انت عارف ان الخريطة الاقتصادية والسياسية لكل العالم الان تتشكل، هذا التشكيل من الممكن ان يضعك في موضع اقتصادي وسياسي مربك، ممكن ان يضعك في موضع اقتصادي حتى تقترح خطة او تخطيط او دراسة. بالضبط. فانا اعتقد ان احنا محتاجين، اذا كنا محتاجين نحاول هذا الامر على المدى البعيد، فمحتاجين نشوف عنصر الاستدامة وممكن الابعاد السياسية ان شاء الله. طيب اسمح لي دكتور، يعني نثري هذا الحوار من خلال تقرير اعدوا الزملاء في اسرة الاعداد عن اراء بعض الزملاء من الكتاب والصحفيين، ثم نعود في هذه الحلقة من مساحة الرأي. الشرق الاوسط. أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكا ومرونا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكننا من تحقيق وفرات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمة العالمية. أما الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي فيرى أنه بناء على التقييمات الدولية فإن مصر حققت أكبر معدلات نمو اقتصادية وحققت قفزات هائلة في فترة بسيطة جدا في أهم عوامل التنمية مثل البنى التحتية والعلاقات السياسية الدولية والإدارة الناجحة خلال فترة جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو هائلة وفق رؤية وخطة واضحة. الدكتور يؤكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن البنية التحتية تؤهل مصر لأن تكون من أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم بحلول عام 2030 في ظل الرقمنة والميكنة وتطوير جميع الأجهزة الإدارية بالدولة وتطوير شبكة الطرق وربط المناطق الصناعية ببعضها البعض مما أحدث ثورة هائلة في البنية التحتية. وأخيرا تشير جريدة العين الإخبارية إلى تأثر الأوضاع الاقتصادية في مصر في ظل أوضاع عالمية مقلقة تتصدرها حرب أوكرانيا وروسيا ومن قبل جائحة كورونا، ونجحت الحكومة المصرية في العبور بالبلاد في ظل إجراءات فورية، وما زالت تحاول السيطرة على الأوضاع في ظل الهزة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من مساحة للرأي مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. مرحبا مرة أخرى. شكرا لك. يعني حتى على مستوى العالم، يعني هناك من يرى أن توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي
الاعلام المتشائمه لهذا العام والعام القادم، هل بالفعل يعني هتصدق هذه التوقعات ولا متوقع ان تكون هناك مقاومه بشكل او باخر للوضع؟ هو الفكره كلها انه كل راي له مدرسته في التقييم، لكن انا كوجهه نظر انا اعتقد انه اذا كنا نتحدث عن تقييم للفتره القادمه يجب ان احنا نبص على مجموعه من الامور. طيب انت كان عند حضرتك ازمتين وعمل نوع من العجز، عمل نوع من يعني برد كبير جدا في عمليات التبادل التجاري مع الدول، في تكلفه شحن ارتفعت، في مخصصات ماليه زادت، الدوله بدات تبحث عن العمله الصعبه بشكل او باخر عن طريق يعني الموارد المتاحه لاسعار الصرف. لكن بالشكل الكبير جدا هل انت النهارده بدات على نفس الموارد اللي عندك ولا انت بدات تبص على قطاعات وتعمل عمليه تحول كبير؟ هترجم الكلام ده على الواقع. كان عندنا يعني مثلا هتكلم على السياسه النقديه، السياسه النقديه البنك الفدرالي الامريكي لما رفع تقريبا كل دول العالم بترفع لانه احتياطات الدول مربوطه بالدولار. مفيش الا دوله واحده ممكن اقول عليها الكويت، الكويت عندها سله عملات فدي اخر دوله ممكن ترفع اسعار الفائده لانها عندها نوع من الاطمئنان، عندها سله عملات من اليوان، عندها سله عملات من الدولار، من الذهب، يعني عدد من هذا الامور كتير. حتى ان احنا الحكومه المصريه ايضا بنك المركزي كان عندنا الاحتياطي في الذهب 80 طن رفع ل 120 نتيجه ان هم الحكومه اشترت في هذا التوقيت عشان تعزز الاحتياط الخاص بها نعمل عمليه اضافه 44 طن بالظبط فعلا. فبالتالي احنا النهارده لما بنثبت اسعار الفائده او نرفع اسعار الفائده، رفع اسعار الفائده ليه مغزى وتثبيت اسعار الفائده ليه مغزى. انا بقول كده ليه؟ لان انا هتكلم على حته ثانيه عشان اقول هل النظره المستقبليه دي عندي فيها ضبابيه ولا فيها تفاؤل شويه. تثبيت اسعار الفائده يبقى انا النهارده ببص على ناحيه اخرى، ان انا ادور عجله الانتاج، ان انا انمي الصناعه، ان انا ازود الانتاج، ان انا ارفع حجم الصادرات، ان انا افتح اسواق خارج مصر. فان انا رفع اسعار الفائده فبالتالي مجتمع الاعمال يتضرر من هذا الرفع نتيجه ان هو محتاج البورصه ايضا. بالظبط، تحديث لهذه الكوريدور. كانت الفكره او المدرسه القديمه للسياسه النقديه انه موضوع الاموال الساخنه مهمه، وموضوع الاموال الساخنه كجلب لبعض الدول انها بتحقق نوع من الوفرات في الاستثمار الاجنبي المباشر. طب ايه اللي حصل لما الفدرالي الامريكي رفع؟ لقيت ان في بعض الدول وفي كل الدول بدا يتجه للفدرالي لان دي صناديق خاصه بتعتمد او ان هي بتجري بشكل كبير جدا حول اسعار الفائده العاليه، وده اللي حصل. وبالتالي انت بدات تشتغل على المحور المهم اللي كنا بننادي عليه، ان احنا يجب ان يكون عندنا مقدرات صناعيه، يجب ان ننمي الصناعه، ان نحدث قاعده الصناعه، نبدا نفتح افاق ونهيئ المناخ الاستثماري في مصر بالشكل الكبير جدا، لان المستثمر بيبص على مجموعه من العوامل. تشريعات حضرتك هل هي محدثه ومنقحه وفقا لاحدث التعديلات العالميه؟ هل عندك حوافز ومحفزات ضريبيه ولا لا؟ الضريبه الجمركيه عليها افئات ولا لا؟ طب حل المنازعات بالنسبه للمستثمرين عند حضرتك موقف ايه؟ دي كلها موجوده في القوانين المصريه المحدثه، وانا اعتقد انها محدثه وفقا لاحدث النظم العالميه، فما فيش قلق كبير جدا من هذا التعديل. الاول انا لانه انت بدات تهيئ البنيه التحتيه، بدات تعمل لا مركزيه في الاستثمارات خاصه في الواقع المصري، بدات تهيئ هذه البنيه عن طريق انك انت تاخذ مجموعه من الاجراءات، تعمل عمليه ترفيه بشكل كامل، ما تسيبش المستثمر لبعض الجهات الحكوميه بحيث انها تعرقل او توقف هذا الـ يعني ممكن عليها الورقيات، لا هذه الورقات اصبحت منتهيه، موضوع الشباك الواحد، دي كلها اجراءات اتخذت بشكل كبير جدا لتيسير العمليات الاستثماريه في مصر للمستثمر المحلي قبل ان يكون مستثمر اجنبي. طيب على ذكر يعني الافكار الغير تقليديه، يعني بمواجهه الازمات كان هناك برضه في الفتره الماضيه بعض الافكار الغير تقليديه، منها على سبيل المثال يمكن اخر قرار ما يتعلق ب اعفاء المصريين في الخارج من الرسوم الجمركيه في مقابل وديعه دولاريه توضع في البنك المركزي لمده 5 سنوات بفائده طبعا، ويمكن استردادها بعد ال5 سنوات بالجنيه المصري. لكن هذه الحصيله الدولاريه ربما تحل مشكله كبيره جدا في مصر وهي نقص العملات الاجنبيه. تقدير حضرتك لهذا القرار؟ يعني هذا القرار توقيته ممتاز. هل
ان هو بيحقق فوائد لاحد الاطراف على الاخر، لا هو بيحقق فوائد متوازنه للحكومه المصريه وللمواطنين خارج مصر. خلي بال حضرتك ان احنا في فتره بدا المواطنين خارج مصر ان هم يشعروا ان احنا يعني بنحول اموال لخزينه الدوله واحنا اللي بنجلب عمله صعبه، لكن في بعض المواطنين داخل الدوله بيستفيدوا من برامج الدعم، بيستفيدوا من بعض الامور الاخرى، من برامج التمويليه في بعض الصناعات. فدي مناشده من المواطنين خارج مصر، مناشده مشروعه، وانا اعتقد ان تحقيق هذه المناشده بموجب مشروع القانون مطروح من مجلس الوزراء، انا اعتقد انه فكره او قراءة سوف يكون قانون خارج الصندوق. تمام. لانه بشكل او باخر انا كمواطن خارج مصر حابب ان انا يعني معايا عربيه مثلا ايا كان الموديل، انا محتاج ان انا انزلها، لان هذه السياره ممكن تكون قعدت معايا فتره، فانت عارف ان موضوع السيارات دي ممكن يعني في ارتياح شويه للمواطن في الموديل معين او ماركه معينه. فالمواطن النهارده هيقدر ان هو ينزل السياره الخاصه بيه داخل مصر عن طريق اللي هي الوداع بري اللي حضرتك اشرت اليه. هي الفكره كلها في الثلاث سنوات الخاصه بالسنوات الموديل. يعني الحكومه شايفه ان الثلاث سنوات دي ممكن ان احنا ننزل موديلات عاليه ذات قيمه وتحقق قيمه مضافه داخل مصر، بخلاف الموديلات اللي هي ممكن تكون قديمه شويه. لكن انا كدوله دكتور مساله تحقيق، يعني احنا عندنا عدد ضخم جدا من المصريين بالخارج، ولو حتى زي ما سيادتك بتقول مثلا 2 مليون او 3 مليون نزلوا عربيات بهذا العدد، فهيبقى في حصيله دولاريه ضخمه، يعني هي وديعه في حقيقه الامر، لكن بتحل مشكله كبيره جدا. يعني هل بالفعل من الممكن ان تؤثر هذه الودائع في مجموعها على حل مشكله العمله الصعبه في مصر؟ دي حقيقه، ده حاجه على فكره اعتقد انها يعني ممكن تغير موازين الامور، خاصه في اسعار صرف الدولار داخل مصر. علاوه على اقتراب الحكومه في انهاء ملف صندوق النقد الدولي والقرض الحكومه المقدمه عليه. لكن الفكره كلها في الخاصه بالوديعه نفسها، يعني قيمه الوديعه نفسها. قيمه الوديعه دي بتساوي 100% من الضريبه اللي كان المواطن يدفعها على السياره. هي الفكره كلها دلوقتي هو في يعني المطلب النهائي او القرار النهائي او اللائحه او التفسيريه للقانون اللي هيصدر، ما نعرفش هل هو هيسترد لما يجي يسترد الوديعه هيستردها بنفس القيمه اللي هو حطها، ولا وفقا لاسعار الصرف بالعمله المحليه وقت الاسترداد. يعني دي كلها انا اعتقد ان الحكومه سوف يكون لديها تسهيل او مرونه في هذا الامر، لان بشكل او باخر اي وديعه انت بتحب تحطها النهارده في اي بنك فانت بتاخذها بنفس القيمه. لكن ممكن تكون اسعار الصرف هي مرتفعه منخفضه، لكن احنا محتاجين نحقق الطمانينه والطمانه للمواطن خارج مصر، بحيث ان هو يشعر ان الدوله فعلا ادت له نوع من المحافظه. هذه الرساله لصاحب القرار ان شاء الله يعني تصل الرساله ويستجيب صاحب القرار لهذا الاقتراح. لكن عالميا دكتور بعد العالم او بعد الاقتصاد العالمي هو الركود وزياده التضخم، هناك تحذيرات شديده في حقيقه الامر من المؤسسات الدوليه من ارتفاع نسب التضخم عالميا، لكن احنا هنا في مصر اذا كنا فعلا بنتوقع ان يحدث تضخم او ركود عالمي، ما هي الاجراءات التي يجب ان نبدا بها او نبدا في دراستها حتى نتجنب التاثيرات السلبيه لهذه الظواهر؟ في تضخم وفي تضخم معلن من الحكومات في كل دول العالم. لكن المرحله الثانيه مرحله الركود التضخم ثم الكاسيت. ان شاء الله ممكن العالم ما يوصلش لهذا الامر، لان شايف فيه بوادر امل، شايف فيه دوران لعجله الانتاج بشكل كبير جدا، شايف فيه قرارات نقديه جريئه. يعني خليني اقول لحضرتك انه احنا تعودنا في المدارس الاقتصاديه كلها انه يعني القرار يعني ثم القرار ثم قرار اخر، كلها قرارات مكمله لبعضها. لكن التوقيت الحالي ممكن تلاقي قرار مالي او قرار نقدي بيتكيف مع الظروف الحاليه، لكنه ممكن ما يتكيفش مع الظروف السابقه. دي اللي احنا بنشوفه، وده اللي احنا ده اللي مطلوب، لان الوضع الحالي هو وضع يحتاج لقرارات استثنائيه وقرارات خارج الصندوق زي ما حضرتك اشرت في البدايه. فانا اعتقد انه التضخم سوف يتم انحساره بشكل كبير جدا. طب الاجراءات اللي اتخذت على مستوى السياسه النقديه، شايف حضرتك ان احنا الحكومه اتخذت عديد من القرارات اللي هي الخاصه بتثبيت اسعار الفائده نتيجه لانها تزود عجله الانتاج في الجانب الاخر، زياده عجله الانتاج هيعمل وفره
في الدولاريه بالنسبه للحكومه المصريه هيعوض الفجوه التمويليه اللي احنا كنا بنتكلم عليها نتيجه انك انت بتصدر برقم ضئيل وبتستورد برقم كبير. واحنا ليه عملنا تقشف في العمليات الاستيراديه؟ عشان ما يحصلش ما تتوسعش قاعده الفجوه الكبيره جدا في دفع الدولار بالنسبه لعمليات الاستيراد. بدات ان انت تعمل عمليه تقنين ليها، بدات تتخذ مجموعه من اجراءات الترشيد بحيث ان انت تحول المخصصات الى منافع للموازنه العامه للدوله. على فكره اكتر موازنتين او اكتر موازنه الحكومه بتركز فيها على قطاعين مهمين جدا من قطاع الصحه والتعليم هي موازنه 22-23. مش عايز اقول لحضرتك انه في زياده مخصصات الصحه وزياده في مخصصات التعليم بشكل كبير، علاوه على في محفزات وفي قرارات اقتصاديه بتتعلق بالجانب الصناعي والانتاج بشكل اوسع، تحديث قاعده الصناعه بشكل اعمق، فتح العمليات التمويليه بما ذات النسب اللي البنك المركزي اعلن عنها منذ فتره ما زالت مستمره ايضا، وانا اعتقد البنك المركزي في سبيل تجهيز مجموعه من القرارات والمبادرات اللي ممكن تدعم الصناعه في المرحله الحاليه المرحله التاليه. فكلها دي كلها محاور مهمه جدا للانحصار، ان احنا ما نصلش الى مرحله الركود التضخمي ولا الفساد العظيم في كل دول. لفت نظري سيادتك لما ذكرت مساله رفع الفائده على مستوى العالم ان في دوله وحيده هي التي لم تتاثر بهذا الامر، ربما لا ترفع الفائده، هي دوله الكويت، لانها تمتلك سله عملات، مجموعه من العملات اللي يعني غير من العملات. وكان هناك مقترحات في مصر في الفتره الماضيه بان تعتمد مصر على سله عملات زي الريال الروسي واليوان وغيرها من العملات، وايضا اعتماد الصفقات المقايضه بدون استخدام العملات. في تقدير حضرتك لو وصلنا الى هذه المرحله، تاثير هذا الامر على الاقتصاد المصري؟ المساله محتاجه دراسه متعمقه في هذا الامر. نعم تمام. ليه بقى؟ لان انت النهارده عمقت الجانب الاقتصادي والجانب او الجانب الخاص بالتبادل التجاري مع الجانب الامريكي بشكل كبير جدا، ووسعت من هذه القاعده التبادليه بشكل اعمق. طيب انت محتاج انك انت تعمل سله عملات وتبدا تشتغل على الروبل الروسي او اليوان الصيني او خلافه، فانت محتاج ايضا تعمل نوع من التوازن في التبادل التجاري مع هذه الدول. يعني ما ينفعش ان انا اكون حجم التبادل التجاري بيني وبين امريكا كبير وبيني وبين الصين صغير، وابدا ان انا النهارده اخد العمله الصينيه كسله عملات عندي واحتويها في الاحتياط الخاص بي. لا، احنا محتاجين عشان تكون الدراسه متعمقه ان انت تعمل توازن في عمليات التبادل التجاري الدولي، تبدا تركز بشكل اعمق على انك انت تحسن هذا المفهوم مع كل دول العالم. في هذه اللحظه انت لازم انك انت تعتمد على سله عملات، لان انت لازم تتوقع ان في ازمات قادمه، في ازمات ممكن تكون مستحدثه بشكل او باخر، وبالتالي الكويت لما اتخذت هذا الامر كان عندها نوع من التوازن التبادل التجاري مع كل دول العالم، فما حصلش الدروب الكبير جدا عندها لما هترفع فايدة او ترفع فايدة. فكرة ايجابية. الفكرة ايجابية طبعا. على فكرة اقول لحضرتك ان ده دي المدرسة القديمة الاقتصادية اللي كل دول العالم كانت بتعتمد عليها، واحنا اول ما بدأنا كانت عندنا قاعدة انشتاين قاعدة زاد لما تحولت بعد ذلك الى الدولار نتيجة التقييم في بعض الاحيان، لكن الامر كله بيعتمد انك انت تعمل مخصصات من سلة عملات بحيث انك انت النهارده لما يحصل نوع من يعني الاضطراب في بعض العملات يبقى عندك عملات اخرى تقدر تشيل هذه الفجوه الكبيره جدا. تمام. يعني اتمنى باذن الله تعالى ان تكون الايام القادمه ايام خير على مصر وعلى الامه العربيه وعلى العالم اجمع. لكن اعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقه من مساحه للراي. في الختام اشكر ضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور محمد الكيلاني استاذ الاقتصاد في جامعه عين شمس وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والتشريع. شكرا جزيلا لتشريفك يا دكتور. اعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقه نشكر لكم حسن المتابعه والى لقاء قريب.